السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. راح نديرو اليوم كمون الراحة إن شاء الله. راح نديرو كمون الراحة. سنا برك يلحقوا معنا شوية ناس ونبدأو بعد. ماذا بكم أول ما تجيو تقولوا لي أسكو الصورة واضحة ولاها باش ما نطولوش. مش كل لازم كل بث نحكمو فيه سبع سوايع ولا. اخوتي الصورة واضحة اخوتي، قولوا لي باش نبدأ. الصورة واضحة اخوتي، واضحة الصورة. الصورة واضحة خاوتي، نبدأ. وعليكم السلام ورحمة الله. لا الصورة واضحة، هي قالي واضحة، خلينا نبدأ. ما بين زمان خاوتي ما لا يجيو الناس، راح نحكي لكم قصة كما العادة، قصة يكون فيها عبرة. في مرة من المرات، ما نقولكمش كان يا ما كان، في مرة من المرات كان كاين شخص. الشخص هذا اتهم بجريمة قتل هكا، وكانت الأدلة قوية جدا ضده. الشخص هذا فور أن اتهم بجريمة قتل راح للقاضي قال له هاني ما قتلتش، قال له بصح الأدلة قوية جدا ضدك. فخيهم يديروا الحكم بعد الجلسة ورا ما يتشاوروا القضاة يعقبوا الحكم. ما لا راح هذاك ما استناش حتى الحكم، ما استناش حتى يصدر الحكم، وراح هذاك اللي اتهموه بجريمة قتل راح تخبى، راح عند الزوجة تاعو. كي وصل للدار كان عندهم قبو، القبو تاع الدار هذاك قال لها خلاص انا راح نتخبى لهنا به فيه بقيه حياتي، الادله قويه عليا، اني سير 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 راح نحكم عليا بالاعدام، راح يتحكم عليا بالاعدام. فراح تخبى فعلا في قبو الدار تاعو، تخبى تم 13 سنه، 13 سنه تخبى تم. وكانت الدار اللي ساكن فيها هو من شغل كاينه دار قدامها بعد وقريبه للقبو هذاك، وشو الدار هذيك ما كان ساكنها حتى واحد. جاو جيران ورا 13 14 سنه، جاو جيران سكنوا تم. الشخص هذاك اللي ساكن في القبو اصيب بامراض، الشخص هذاك اللي ساكن في القبو اصيب بامراض ولا يسعل، كل يوم يسعل. كانت هذيك الطفله الصغيره بنت الجيران تاعهم كل ما تعدي تسمع راجل قاعد يسعل يسعل، حتى جابت باباها قالت له كاين واحد لهنا في القبو منين ما نعدي الصباح نروح نقرا ولا واحد يسعل. فلما بالفعل جابوا الشرطه والناس كذا ودخلوا لقاو الزوجه تاع هذاك الراجل اللي في القبو، قالوا لها تي عندك واحد متخبي في القبو؟ قالت لها ما عنديش. قالوا لها جبدي تشوفي، جبدت وفتشت، فتشوا القبو لقاو الراجل هذاك متخبي في القبو. قالوا له اش قد ندير انت في القبو؟ قال لهم انا عندي 15 سنه ولا 13 سنه ولا، قال لهم وانا متخبي في القبو. قالوا له علاه؟ قال لهم باسكو نهار هذاك النهار تهموني بجريمة قتل وانا ما درتهاش. قال له وانت ما على بالكش باللي اصدر القاضي حكم العفو بالنسبه ليك والبراءه باللي ماكش انت اللي درتها؟ فالعبرة من هذه، وسمي هذاك السجين بسجين اليأس. العبرة من هذه القصة انه واحد ما ييأس ولا واحد ما يستبق الامور. ها هو ذاك سابق الامور، اعرف قال لك وراح يحكموا عليا بالاعدام وهو حكم عليه بالبراءة، وراح تخبى كل هذيك المدة في جال استباق الامور. هذه هي، خلصنا القصة تاع اليوم، خلينا نبداو في الدرس هذا. الصورة واضحة، نبداو. انا ما فهمتش خاوتي، نتوما ما تشتيوش تكتبوا في لي كومونت ولا ما فهمتش. لا الصوره واضحه، اكتبوا لي خليني نبدا. لازم حتى ندخل نشوفها انا من عندي. خلي دوك ندخل نشوفها انا. لازم حتى ندخل نشوفها، خلي دوك ندخل نشوفها.
استغفر الله يا خلاص نبدا. هاي نبدا وعلى بركة الله. هاي الصورة واضحة، واحد ما قال لي اي واضحة الشيخ. اوكي خلي نملي كل مرة ندخل نشوفها بلا مزيتكم. هاي بسم الله الرحمن الرحيم. نبداو كمون الراحة. الالياف العصبية الحسية والحركية هي دعامة النقلة في الرسالة العصبية. الالياف العصبية الحسية والحركية هي دعامة النقلة الرسائل العصبية. قلت ما هي الخاصية التي تتميز بها هذه الالياف؟ وما هو دور البروتينات الغشائية في ذلك؟ كان بروتينات غشائية، ما هو دورها؟ وما هي الآلية الأيونية؟ الآلية الأيونية المسؤولة عن هذه الخاصية؟ حابين نعرفو كمون الراحة. على بركة الله، كنت تشوش الصورة، واحد منكم ما يكتب أي تشوشت، أي ما يهمنيش فيكم، أنا نكمل الدرس تاعي، فلما تتشوش اكتبوا لي تشوشت، باه نعرف. باه نعرف. هاي نبداو الدرس تاعنا ليه ليه. الخواص الكهربائية للألياف العصبية باستعمال جهاز راسم الذبذبات المهبطي الأوسيلوسكوب. الأوسيلوسكوب توصل العلماء إلى دراسة خواص كهربائية للليف العصبي. مبدأ استعمال جهاز الأوسيلوسكوب والتسجيلات الكهربائية. مبدأ استعمال الجهاز. تنبعث إلكترونات من المنبع الإلكتروني لتمر بين صحيفتين عموديتين وصحيفتين أفقيتين لتسقط على شاشة مفلورة مشكلة بين على شاشة مفلورة مشكلة نقطة ضوئية. ها لهنا تشكل لي نقطة ضوئية على شاشة مفلورة، تشكل لي نقطة ضوئية على مستوى الصفر. ها إذا لم تنحرف الإلكترونات أثناء مسارها تتصل الصفيحتان الأفقيتين بمساري الاستقبال قاف واحد وقاف اثنين، أي تغير الشحنة المسارين يؤدي إلى تغيير شحنة الصفيحة الموافقة، وبالتالي تغير مسار الإلكترونات لتسجيل المنحنيات على شاشة. أما الصفيحتان العموديتان فتعطيان المسح الأفقي الذي يشير إلى الزمن. انظر الشكل واحد للوثيقة واحد. هاو الجهاز الأوسيلوسكوب، فيه الصفيحتان، هاو الليف تاعنا العصبي، فيه صفيحتان عموديتان، ولهنا كاين انبعاث الإلكترونات ومنها الشاشة المفلورة. قال لك النقطة الحمراء تجي لهنا مع الزيرو. هذا الغرض منه، علاه نديروه؟ باش نقيسو كومونات العمل وكومونات الراحة وباش نعرفو. هاي بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا بكم تعرضوا اصحابكم للبث؟ عرضوا اصحابكم للبث. الى لك لو وليتوا كامل في الصفحه هذه الله يبارك قاريين سيونس، علاه نقلق راسي وندير انا في الامورات هذه؟ نروح نشوف صفحات اخرى باسكو داروا لي بلوك، وليت ما نقدر نشر في حتى مجموعه. هاي شوفوا له، لما نحط قطب التسجيل قاف واحد على سطح الليف العصبي وقاف اثنين على سطح الليف العصبي، ما نسجل حتى كومون. وش نسجله؟ خط مستقيم عند الناقص صفر، ما نسجل لا كومون راحه لا كومون عمل. اما لما نحط، شوف الليفه وما درنا له حتى تنبيه، ركز الليفه وما درنا له حتى تنبيه. حطيت لهنا واش كاين زائد، ولهنا كاين زائد. لما حطيت قاف واحد من الفوق وقاف واحد من الفوق ما سجلت والو، سجلت خط عند نقص، خط عند الصفر، خط مستقيم عند الزيرو. لما نحط قاف واحد لما نحطه على الغشاء الخارجي للليف هنا وقاف اثنين نحطه من داخل الليف، ها حتى لداخل الليف، نسجل فرق الكومون. الفرق الكومون اللي نسجلوه خط مستقيم عند الناقص 70 ملي فولت، ونسميوه كومون الراحة. هذاك هو كومون الراحة اللي يكون في الليف العصبي. ماهيش واضحة مليح. حلو كتاباتكم، ها حلو كتاباتكم.
حلو كتاباتكم خاوتي، حلو. حلو كتاباتكم، الناس اللي قاعده تتبع تحل كتابها، والناس اللي قاعده تتبع في الفيديو قدرت تشوشها. حلو الكتابات تاعكم. اذا قلنا لما نحط هنا قاف واحد اللحن في غشاء الليف، وقاف اثنين من الداخل، من داخل الليف، نسجل كمون راحة، نسجل كمون راحة وهو خط مستقيم عند الناقص 70 ميلي فولت. وقلنا انا قلنا كمون الراحة المجال تاعو، مجال تاع كمون الراحة راو من ناقص 55 ميلي فولت حتى ناقص 100 ميلي فولت. سما نهار الباك لا مدلك ناقص 100 ميلي فولت ما تبقاش حاير. قدام من مرة نقول لكم خاوتي اني ما نجاوبش على الرسائل وانا في البث المباشر، ما نقدرش. هادو راهم صح سهلين، تنفس شوية، تنفس شوية، خاصو تركيز، ما تخوش كاع. ما فهمتش تعليقك. حنا ما نصوتي، حنا دركا قاعدين نمشيو بالمجال، بالمجال. نهار ان شاء الله كش ما يكتب ربي نفوت نلحق معاكم نوصلوا للتنفس، نديروا التنفس. مستحيل درك ندير التنفس، حتى لو خلصت المشابك رايح نعاود نرجع لتركيب البروتين الوحدات الاولى، ندير تركيب البروتين بنيه الفراغيه والانزيمات. نهار نخلصهم ندير السع النبات ومن بعد التنفس. اذا التنفس وحده اخيره البيولوجي. الناس اللي دارت بيولوجي هكا بعد قراو نورمالمون هكا قراو، والناس الثاني اللي دارت اختصاصات اخرى هكا قراو العام اللي فات. انا نعرف باللي هكا قراو العام اللي فات. بالنسبه للوحده تاع الارض هذيك وجيولوجيا وغير ذلك، هاي اللي منا تاع الارض وغير ذلك كاني ما نديرهمش، ما نديرهمش. نحبسو ان شاء الله هنا، نحبسو في لاطيبي، نحبسو هنا. قضيه الصفائح والنشاط التكويني لصفائح الارض هادو ما نديروهمش، على بالي بلي ماهمش داخلين. انا هكا على بالي ومعلومتي ما تاخذوش عليها، كي نقول لكم ماهمش داخلين تاكدوا مع اصحابكم مع الشيوخ تاعكم ورجعوا لي الخبر. لا كانوا داخلين نشوف كيف نقريه لكم. خلاص هاي هاي نكملوا، هادو مسهلين سماكم من الراحه. نكمل لهنا. بالاعتماد على مبدا استعمال الجهاز حدد الاشارات الكهربائيه لكل من قاف واحد. شوف قاف واحد، قاف واحد مدام او اللحنه او فوق الغشاء، فوق الغشاء قاف واحد هاهو او فوق الغشاء. اذا مش راح نلقى، نلقى زائد 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 زائد. الليف في حالة استقطاب ماهوش يعني نلقى هكا. هادو خليكم منهم تاع البارح والبارح، هادو ها نلقى هكا. هاو الليف هاوليف نلقى هك هاي الإشارات زيد 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 وناقص ناقص ناقص من تحت، من تحت ناقص ومن فوق زيد. خلاصة اذا التسجيل واحد قاف، التسجيل واحد نقولوا قاف موجبه وقاف اثنين موجبه. انا هنا مادام لهنا كاين اشارات موجبه، قاف واحد موجبه وقاف اثنين موجبه لهنا. انا في التجربه الاولى كي رسمنا خط مستقيم عند ناقص زيرو، خط مستقيم عند الزيرو استغفر الله ربي، خط مستقيم عند الصفر. بالنسبه للتجربه الثانيه قاف واحد موجبه وقاف اثنين سالبه. نوع الشحنات الموجودة على السطح الداخلي والخارجي، يعني أنا رسمت لكم الليف. ها الشحنات الموجودة على السطح الخارجي وش بيها؟ موجبة. والشحنات الموجودة على السطح الداخلي هي شحنات سالبة. الخاصية قال لك استخرج لي الخاصية التي يتميز بها الليف العصبي انطلاقا من التسجيل با. إذا الخاصية التي يتميز بها الليف العصبي انطلاقا من التسجيل با هي أنه يكون مستقطب، حيث يحمل شحنات موجبة على السطح الخارجي تاعو وسالبة في داخل الليف، ويسجل فرق كمون يقدر بناقص 75 ملي فولت، يدعى تسجيل با بكمون الراحة. قلت لكم التسجيل با هذا يدعى بكمون الراحة، هذه الأخطر قال لي بماذا يدعى؟ قال لي يدعى تسجيل با بكمون الراحة علل. انا كي نجي نعلل نقول له لاننا نتحصل عليه عندما يكون
قاف اثنين داخل الليف وقاف واحد على سطح الليف ومن دون تنبيه. نضيف له تاع من دون تنبيه خلاص، نضيفها له تاع من دون تنبيه. إذا كون يقول لي أعطيت تعريف مختصر جدا على كمون الراحة، نقول له كمون الراحة هو الكمون المسجل في حالة عدم التنبيه، وهو خط مستقيم عند الناقص 75 ولا الناقص 70 ملي فولت. نعطيه من مجال كمون الراحة. نروحوا لهنا، مصدر كمونات مصدر الكمون الغشائي كمون الراحة. لمعرفة مصدر الكمون الغشائي نقترح التجارب التالية. المرحلة واحد، يظهر الجدولين واحد واثنين من الوثيقة اثنين قبل ما نسوطي لها. كشما واحد عنده سؤال، كشما واحد عنده سؤال قبل ما نسوطي لها. هيا ليه 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 كش واحد عنده سؤال هنا ما كانش خليني نفوت مالا. مصدر الكمون الغشائي كمون الراحة. لمعرفة مصدر الكمون الغشائي نقترح التجارب التالية. المرحلة واحد، يظهر الجدولين، هادو الجدولين واحد واثنين من الوثيقة اثنين نتائج قياس التركيز الان ا بلوس والكا بلوس داخل وخارج واش داخل وخارج الخلوي داخل وخارج الليفة هكا في شروط تجريبية مختلفة. بينما يظهر تسجيلين واحد واثنين تسجيلات كهربائية لقياسات انجزت على المحور الاسطواني لكالمار. ليف هكا ما تحيروش، محور اسطواني لكالمار. الكالمار والله اعلم او حوتة او حوت كالمار والله اعلم نوع من انواع الحوتة ولا حاجة كيما هكا، اللي عنده معلومة على الكالمار يفيدنا. المهم هو ليف، جابوا ليف ما تحيروش بزاف، جابوا ليف هذا الشيء اللي يهمنا. ما يهمنيش انا وزاد قال لي محور اسطواني لكالمار، ما يهمنيش انا، يهمني ليف. تسجيلات سنين اجريت على محور ميت. هاي الوسط الشوارد هكا تركيز بالمليمول في اللتر في اللتر او بالمليمول على اللتر، ولا نقول بالمليمول في اللتر بس ناقص واحد يعني كشغل على اللتر. عندي الشوارد، الشوارد عندي الكا بلوس والان ا بلوس. الوسط الداخلي، شوف شوارد الكا بلوس في الوسط الداخلي وفي الوسط الخارجي، وشوارد الان ا بلوس في الوسط الداخلي وفي الوسط الخارجي. دوك نعطي واحد المعلومه لهنا، عندي الوسط والشوارد، عندي شوارد الكابليس الان ابليس في الوسط الداخلي وفي الوسط الخارجي، الان ابليس في الوسط الخارجي وفي الوسط الداخلي. طبعا الجدول واحدة عندي، شوف تسجيل عندي اللحنة تسجيل منحنى كمون راحة، منحنى كمون راحة ها، ادخال قاف اثنين داخل الليف. شوفوا اللحنة قبل ما ندخل قاف اثنين داخل الليف، هذه من الزيرو هذه وهي ماشية قبل ما ندخل قاف اثنين داخل الليف، مجرد اني ندخل قاف 2 داخل الليف يهبط بعد، اذا يسجل لي كمون راحه. اللي احنا ما دخلناش قاف 2 داخل الليف هكا، تسجيل كهربائي قاف 1 على سطحه وقاف 2 داخل الليف. بالعكس، شوفوا اللي احنا درنا تسجيل كهربائي قاف 1 على السطح وقاف 2 داخل الليف. وش هي اللي احنا اللي الغاشي ممكن يحير منها كتلميذ مثلا يحير منها، اللي هي هذه. علاه مع انه قاف 1 داخل الليف وقاف 2 قاف واحد خارج على سطح الليف وقاف اثنين داخل الليف، سجلنا هذا خط مستقيم عند الزيرو، وعلاه لهنا قاف واحد على سطح الليف وقاف اثنين داخل الليف سجلنا هذه. نقول لك ما تنساش معلومة التركيز الداخلي للشوارد. نبدأ. شوف أولا كمعلومة، الكابليس يوجد في الوسط الداخلي أكبر من الوسط الخارجي بحوالي قدهن مرة. الكابليس يوجد في الوسط الداخلي أكبر من الوسط الخارجي بحوالي 20 مرة. 20 مرة كون جات عندي كالكيلاتريس ديرو 20 في 20 تلقاو 400 هكا. إذا الكابليس أكبر في الوسط الداخلي، يعني هنا أو عندي ليفة الكابليس اللي موجود اللحن، ها الكابليس اللي موجود اللحن اكبر من اللي موجود خارج الليف مثلا اللحن بحوالي 20 مرة. والان ا بلس، الان ا بلس الموجود برا، الموجود برا الان ا بلس الموجود برا اكبر من اللي موجود بالداخل بحوالي 9 مرات هكا. الان ا بلس موجود من برا اكثر من اللي من الداخل بحوالي 9 مرات.
التركيز الغير متساوي للشوارد هذه الكابليس والانابليس من الداخل ومن الخارج وش دير لي؟ دير لي حاجه يطولها كومون الراحه على هذيك. لما يكون كاين تركيز غير متساوي لشوارد الكابليس والانابليس داخل وخارج الليف هذا العصبي نتحصلوا على كومون الراحه. بينما لما يكون كاين تركيز متساوي لشوارد الكابليس والانابليس في الوسط الداخلي وفي الوسط الخارجي تحصلوا على كومون غشائي بهذا الشكل. بهذا الشكل قالك حل النتائج الجدولين ماذا تستنتج؟ الجدول واحد محور اسطواني لكالمار، نلاحظ توزع غير متساوي لشوارد على جانبي الغشاء الهيولي بحيث تركيز الكابليس في الوسط الداخلي أكبر منه في الوسط الخارجي، أما تركيز الآن أبليس فيكون مرتفع في الوسط الخارجي أكبر منه في الوسط الداخلي. هذا بالنسبة للجدول ألف. الجدول اثنين محور ميت، الجدول اثنين هو محور ميت ما نساوش، أو قال لي تسجيلات الجدول اثنين أجريت على محور ميت. الجدول الثاني محور ميت يساوي يتساوى تركيز الشاردتين كابليس والآن أبليس في الوسط الداخلي والخارجي. الناتجة اللي نستنتجوها كي قدي ماذا تستنتج؟ النتيجة كمون الغشائي مرتبط بالحالة الفيزيولوجية للليف العصبي أو حيوية الليف العصبي. علاه؟ باسكو أنا كي يكون عندي تركيز متساوي للكابليس مثلا في الوسط الداخلي هو بات في الوسط الخارجي، وكيف كيف للآن أبليس من الداخل هو بات من الخارج، وش راح يصرى؟ والليف هذا ميت، كي يكون المحور هذا ميت يعني ما يدخل الكابليس ما يخرجوا هكا، وما يدخل الان ابلوس ما يخرجوا. اللي هنا واش راح حتتساوى الشاردتين، شارده الكابليس وشارده الان بلو الان ابلوس حتتساوى من برا ومن الداخل هكا، مش تتساوى في التركيز، اي تتساوى يعني الان ابلوس من الداخل كيفها كيفها من برا، والكابليس من الداخل كيفها كيفها من برا. وبالتالي حاجه كما هذه ما تخليليش نسجل كومون الواش كومون الراحه على هذيك، نسجلوا خط مستقيم عند الناقص الزيرو. علاه؟ باسكو كومون الراحه ما يتسجلش غير لما يكون عندي تركيز غير متساوي لواش لشوارد الكابليس والان ابليس بابسط الطرق. علل التسجيلين واحد واثنين اعتمادا على نتائجك. قالك علل لي علاه التسجيلين واحد واثنين. نقول له التعليل، من خلال نتائج الجدولين نجد ان مصدر الكومون الغشائي يعود للتوزيع لتوزيع غير منتظم، للتوزيع غير منتظم لشوارد. ولا نقول لك احسن ما تقولش هكا، قول التعبير احسن. نقولوا من خلال نتائج الجدولين نجد ان مصدر الكومون الغشائي يعود لتوزيع الشوارد على جانبي الغشاء، يعود لتوزيع الشوارد على جانبي الغشاء هكا. قال لي هذا احسن، الثاني اللي هضرته احسن باسكو هو صح بالفعل انه كومون الراحه يعود الى او مصدر كومون الغشاء يعود لتوزيع الشوارد على جانب الغشاء، اي بالحسابات، اي بالحسابات. فعلى ذلك ما نقولش غير منصدم، مش الدعوة مخلطه، اي بالحسابات. الاستنتاج هو قال لي هو اللي هنا ماذا تستنتج فيما يخص مصدر الكومون الغشائي في خلايا الحيه. نقول له الاستنتاج مصدر الكومون الغشائي او كومون الراحه، او رانا في كومون الراحه، نقول له مصدر الكومون الغشائي او كومون الراحه هو التوزيع المتباين. شوفوا نقدر نقول المتباين، نقدر نقول المختلف، المتباين المختلف، بصح ما نقولش الغير منتظم مش مليحه. علاه؟ باسكو كاين انتظام، كاين انتظام. ولا لا قلت غير منتظم نحدد له التوزيع الغير منتظم لشوارد مثلا الان ابليس من الداخل والخارج هكا، فنحدد له. وغير منتظم اي ضعيفه في التعبير ومش مليحه، تقول المتباين ولا المختلف. اذا الاستنتاج نقول مصدر الكومون الغشائي او كومون الراحه هو التوزيع المتباين ولا المختلف للشوارد الان ابليس والكابليس على جانبي الغشاء، على جانبي الغشاء. اسكو هذه هي برك؟ هذه هي برك. شوفوا اذا عندنا حاجه مازال تخصنا في كومون الراحه. مازالت الخدمه، نحسبته غير هذا، نحسبت غير هذا، تراك فيها خدمة كبيرة. دركا راحين نعرفوا القنوات، راحين نعرفوا قنوات يختص لي بها الليف. المرحلة 2 سمحت نتائج تجريبية من إنجاز رسومات.
من إنشاء الرسومات التخطيطية تبين العلاقة بين البروتينات الغشائية وشوارد الأن أ بلوس والكا بلوس. وشوارد الأن أ بلوس والكا بلوس الشكل. شوفوا خالتي باش يكون في علم، الناس اللي قاعدة تتبعني ممكن تكون نفسها اللي موالفة تتبعني في الجروب، وممكن تكون مختلفة. المهم الناس اللي قاعدة تتبعني إن شاء الله إن شاء الله يعني يفوتوا يخلصوا واحد السمانة ولا تلتي ولا ربع أيام، على حسب ما بلوكاوني. هما بلوكاوني السمانة وقالوا لي من بعد نزيدو نشوفوا اسكو نبلوكي وكطول ولا لا. نعاود نرجع ننشر في المجموعات، باسكو النشر في هذه الصفحة هو مليح من ناحية المشاهدات، كي يشوفوا فيديو برك، يشوفوا فيديو ويعقبوه، اما من الداخل مش مليح. وانا نشي الاستفادة تكون كبيرة هكا، ماشيش الاستفادة تكون الاربعة ناس ولا خمسة برك بركة، على هذيك ما تساعدنيش. كان واللي قادر نولي نديرو فيديو طول ونحطه في اليوتيوب ومن بعد اروح اتفرجوه وخلاص. المرحلة الثانية سمحت نتائج تجريبية من إنشاء الرسوم. إضافة إلى ذلك أنتم ما تعلقوش، إضافة إلى ذلك أنتم لا تعلقوا لا تهضروا وكأنه والو، يعني لا تشاركوا معايا في الحصة لا والو، هذا الشيء ما يساعدنيش خلاص أنا. المرحلة الثانية سمحت نتائج تجريبية من إنجاز رسومات تخطيطية تبين العلاقة بين البروتينات الغشائية وشواذ الأن أ بلوس والكا بلوس الشكل الواحد واثنين من الوثيقة ثلاثة. أما الشكل جيم، هاو الشكل جيم من الوثيقة ثلاثة، فيبين النتائج التجريبية توصل إليها العلماء، هادو الزوج علماء هادو، بعد تفريغ المحتوى الهيولي للمحور الاسطواني وتعويضه بمحلول شاردي بمحلول متساوي التوتر، ويحقن بعد ذلك المحور بشوارد كابليس بتركيزات متزايدة مع المحافظة على تركيز ثابت لشوارد الكابليس خارج المحور. أو قال لك يحقن بعد ذلك المحور بشوارد الكابليس، أو المحور اللي يحقن ومش من الخارج، يحقن من الداخل، وقال لك من الخارج هي تبقى شوارد الكابليس ثابتة، تركيز الساحة يبقى ثابت. هاني جاي. هاي. الشكل با، رسم تخطيطي لبنية فراغية لإحدى قنوات أيونية. شوفوا هام الشوارد الحمراء اللي هما الشوارد، هذا غشاء هيولي وهذا اللي من الداخل هو السيتوبلازم. انتشار شوارد عبر القناة، شوفوا الشوارد قاعدة تدخل عبر القناة من البرا إلى الداخل، من البرا إلى الداخل. حسن، بروتينات غشائية لهنا هذا الشكل الألف. رسم تخطيطي يظهر توزع القنوات الغشائية في وحدة مساحة الغشاء الليف العصبي. أول حاجة نلاحظها القنوات الأيونية ولا نسميوها قنوات الميز الخاصة ب الكابليس أكبر بزاف من قنوات الأيونية الخاصة بالأن أبليس. هذا لاحظناه، شوف ثلاثة مقابل وحدة، قنوات الأيونية خاصة بالكابليس أكبر من قنوات الأيونية خاصة بالأن أبليس. الملاحظة الثانية، الملاحظة الثانية هي أن الأن أبلس يدخل من الوسط الخارجي أو من خارج الليف إلى داخل الليف، من خارج الليف إلى داخل الليف. الأن أبلس راهو قاعد يدخل، على حساب واش قاعد نشوف، واش قاعد نشوف ثاني أن الكابلس يخرج من داخل الليف إلى خارج الليف. واش قاعد نلاحظ ثاني أن القنوات الأيونية هذه ما تكونش مغلقة، يعني ما تعملش بمستقبلات خاصة او بمبلغ كيميائي خاص، مثلا كما القنوات الخاصه بالان او بلس الموجوده في غشاء الخليه البعد مشبكيه، في مثلا كيما واش كيما واش كيما القنوات الخاصه بالان او بلس اللي مستقبلتها هي الاسيتي كولين هكا. اذا هذه القنوات راهي مفتوحه باستمرار، والقنوات هذه راهي قال لي هو بعد بروتينات غشائية. أسكو بروتينات؟ نعم، القنوات هذه راهي من طبيعة بروتينية، إذا فهي بروتين. خلاص دركا توضحت. قال لي تغيرات كمون الغشائي بدلالة تركيز الكابلوس. شوف تركيز الكابلوس الداخلي قارن، شوف قادر لاحظوا باللي تركيز الكابلوس الداخلي والكمون الغشائي كل ما قاعد يزيد تركيز الكابلوس. شوف ها 100 زوج 300 400 تركيز الكومون الغشائي، كل ما قاعد يزيد الكابلوس الداخلي والكومون الغشائي قاعد يظهر،
كل ما قاعد يزيد تركيز الكابلوس الداخلي الكمون الغشائي قاعد يظهر اكثر فاكثر. وكي نقول قاعد يظهر شوف قاعد يروح لناقص 70 ملي فولت، يعني الكمون الراحه قاعد يروح حتى لناقص 70، شوف ناقص 10 ناقص 20 ناقص 30 حتى ناقص 60 او غير يروح لفوق لناقص 70. اذا من مقارنة توزع القنوات الغشائية للكابلوس والان ابلوس بالشكل واحد، نجد ان عدد قنوات الكابلوس اكبر من عدد قنوات الان ابلوس، ومن هنا نقلية شوارد البوتاسيوم اكبر من نقلية شوارد الصوديوم. شكون شوارد البوتاسيوم؟ هاهي شوارد الكابلوس هي شوارد البوتاسيوم، هي اكبر من شوارد الصوديوم اللي هي الان ابلوس. علاه؟ باسكو قنوات الكابلوس بزاف مش كيما قنوات الان ابلوس. زيد تمتاز قنوات الشكل با، قنوات الشكل با هادو، يعني قاعد يقول لك قنوات الميز هادو ولا المفتوحه بالسمكه. تمتاز قنوات الشكل با بما يلي: عباره عن قنوات غشائيه تخترق طبقه الفوسفوليبيد، للغشاء، وانها مفتوحه باستمرار وتسمح بنقل الشوارد حسب تدرج التركيز، يعني بظاهره واش؟ بظاهره الميز. ظاهره الميز قانون يحفظ، ظاهره الميز قانون او عندها حاجه بها تحفظ. الميز كيقول لك قناه تعمل بظاهره الميز، يعني الانتقال من الوسط الاعلى تركيز الى الاقل تركيز، هذه هي ظاهره الميز. الانتقال من الاعلى تركيز الى الاقل تركيز، اسكو هذه هي ظاهره الميز؟ نعم نعم هذه هي ظاهره الميز، هي انتقال الشوارد عبر القنوات هذو من الوسط الاعلى تركيز الى الوسط الاقل تركيز. على هذيك الصوديوم يدخل باسكو الصوديوم من برا اكثر على من الداخل، وعلى هذيك البوتاسيوم يخرج، علاه؟ باسكو البوتاسيوم من الداخل اكثر على من اللي برا. تحليل المنحنى شكل جيم: نلاحظ تزايد كمون الغشائي بتزايد تراكيز كابلوس، كل ما قاعد تزيد تراكيز كابلوس الا ويتزايد كمون الغشائي. إذا بتزايد تراكيز الكابلوس الداخلي إلى أن يصل إلى قيمته الحقيقية، خي هما قاعدين يحقنوا لهنا الكابلوس داخل المحور الإسطواني، كل ما قاعدين يحقنوا الكابلوس من الداخل وقاعد تزيد تركيزه إلا ويزيد واش؟ يزيد الكمون الغشائي، وقاعد يروح الكمون الراحة، أو رايح أو مش طالع، أو نورمالمون هما يديروه شوي هابط مادام هو بالناقص يديروه على الأقل من تحت ويجي هك. هو وهذا وكاين خطا في الكتاب، او كفايه يعني ناقص 10 ناقص 20 والمنحنى جاي هك. مام في الماط وهي اصل الرياضيات والحساب، مام في الماط واصل الحساب يحطه لك من تحت، منحنى الناقص من تحت، يعني لو حطوه من تحت، كنا نلاحظوا حاجه كيما هك. ها مثلا كنا نلاحظوا منا مثلا ناقص 70 ومنها 100 200 مثلا حنا حتى 500، ها كنا نلاحظوا هكا بالضبط كيما هذا. ها هك الى ان يولي في الناقص 70 هكا هكا. وش هو كل ما قاعد يزيد التراكيز، يعني ها هو كفا يولي يكون هما راحوا داروه من الفوق. إذا قال لك عندما يصل تركيز الكابلوس داخل المحور الإسطواني إلى 400 ميلي مول، وهو التركيز الذي يتواجد عليه، خي قلنا لهنا ها هو تركيز الكابلوس داخل الليف أو 400 بعد ميلي مول، ولهنا كي باقي يحقن حتى نوصل ل 400 ميلي مول خلاص حقق الشيء اللي كان أصلا متواجد في الليف طبيعيا، التركيز اللي كان طبيعيا في الليف وهو التركيز الذي يتواجد عليه المحور اثناء الراحه. معلومه اضافيه ولا نقول مستنتجه تسمح بربط بين كمون الراحه وتوزع شوارد البوتاسيوم. اذا شوارد البوتاسيوم هي لي او شوارد البوتاسيوم والصوديوم والتركيز الغير متساوي لهم هو اللي يحدد لي كمون الراحه تاعي. خلاص خلاص. اضافه واش قالنا؟ اذا او انا وصلت حتى لهنا، قال لي حل المنحنى جيم وحللته استنتج المعلومه الاضافيه. خلاص قلنا المعلومه الاضافيه
تسمح بالربط بين كمون الراحة وتوزع شوارد البوتاسيوم، بحيث كل ما تزيد توزع شوارد البوتاسيوم إلا ويميل لي الكمون الغشائي الكمون الراحة إلى أن يصل لل 400 ميلي مول، وهي التركيز اللي يكون أصلا أو أصلا في الليف طبيعيا من عند ربي. هما قاعدين يجيبوا ليف ويديروا عليه التجارب. دركا نروح لثبات كمون الراحة. ثبات كمون الراحة، لقد أثبتت النتائج التجريبية السابقة والملاحظة في الجدول الواحد صفحة 139 في الجدول الواحد صفحة 139 139 وين راح الجدول؟ ما كان الجدول، ما لا قصدهم بالك على 137 ماشي 139، اي تلقى اخطاء بزاف في الكتاب. باسكو هاي الصفحه 139 وين راح الجدول؟ وين راح الجدول؟ انا حلوا كتاباتكم وشوفوا، كي نهار واحد منكم يلقى جدول يجي يهضر معايا. من الوثيقة واحد، ثبات التوزيع المتباين لشوارد على جانبي الغشاء الهيولي للألياف العصبية الحية، وبالتالي ثبات كمون الراحة. لتفسير ذلك نحقق التجارب التالية. تجربة واحد، يوضع ليف عصبي لكانمار في وسط فيزيولوجي به أن أ مشع، أن أ بلس مشع، وتركيزه مماثل للوسط الخارجي من الجدول واحد من الوثيقة واحدة، وبعد مدة ينقل إلى وسط ذو أن أ بلس ماهوش مشع. مراحل التجربة ونتائجها مثلة في الوثيقة واحد. شوفوا التجربة الأولى واش داروا، جابوا محور اسطواني، شوفوا ها جابوا محور اسطواني لحيوان كانمار وحطوه في وسط فيزيولوجي، الوسط الفيزيولوجي يعني هنا في الوسط الفيزيولوجي، والوسط الفيزيولوجي هذا ركز، حطوه في وسط فيزيولوجي، والوسط الفيزيولوجي هذا به واش به ان ابلوس مشع، ها من برا كاين ان ابلوس مشع ماشي داخل الليف خارجه. ومن بعد واش لاحظوا؟ لاحظوا بعد مده دخول الان ا بلس من الخارج من الوسط الفيزيولوجي الى داخل واش داخل الليف العصبي لحيوان الكانمار، بعد زادوا نقلوه الى وسط به ان ا بلس غير مشع، هزوا هذاك الليف بعد ان ولا فيه الان ا بلس المشع، هزوه وحطوه في حوض خلاف به وسط فيزيولوجي، وهذاك الوسط الفيزيولوجي فيه ان ا بلس بصح ماهوش مشع. لاحظوا بعد مده خروج الان ا بلس من داخل الليف العصبي الى خارج الى هذا الوسط الفيزيولوجي اللي ما فيهش ان ا بلس مشع. من لم يفهم اصلا مزوج يتفرجوا، فهمتوا الزوج ولا ما فهمتوش؟ هاي شكون الزوج؟ ماذا بيا يحطوا لي اساميهما، الزوج اللي قاعدين يتفرجوا حطوا لي اساميكم، مادام راكم زوج نهضر لكم باساميكم، خليني هاي فهمتوا ليه ولا ما فهمتوش. اذا لهنا لاحظنا بلي دخل للان ابليس من خارج الى داخل الليف العصبي لحيوان الكانمار، ورا ما دخل لاحظنا بعد مده انه لما هزينا هذا الليف اللي فيه الان ابليس مشع وحطيناه في وسط فيزيولوجي ما فيهش الان ابليس مشع او ما فيهش، لاحظنا هذا اللي كان مشع الان ابلوس اللي كان مشع اللي داخل الليف خرج لبرا. هذه هي شرح التجربه، هذا هو شرح التجربه. يبقى تركيز الان ابلوس داخل الليف العصبي ثابتا رغم النتائج الملاحظه في سين من الشكل واحد، كيف تفسر ذلك؟ كيف تفسر باللي تركيز الان ابلوس داخل الليف العصبي بقى ثابت، تركيز الان ابلس داخل الليف العصبي ثابت رغم النتائج الملاحظه في سين. هاي النتائج الملاحظه في سين لما حطوه في وسط به ان ابلس مشع، شوفوا خالتي الوسط فيه ان ابلس هكا بصح ماهوش مشع. واللي هنا نورمالمون كون جا واحد عنده كيما نقولوا احنا كون جا واحد يعني مش يفكر، كون جا واحد يعني يسال برك، كان راح يقول كيفاه حتى احنا شفنا لهنا باللي الان ا بلس لهنا في الكتاب شفنا باللي الان ا بلس يدخل ما يخرج، سما دخل الان ا بلس المشع الى داخل الليف، هذه موافقكم فيها، انا نوافقكم فيها.
بصح قضية الـ N-A-Plus من بعد المشع اللي داخل الليف لما نحطوه في وسط فيزيولوجي ما فيهش الـ N-A-Plus المشع يخرج، هذه ما مش مفهومة. وي مش مفهومة علاه خرج الـ N-A-Plus، ويقول سيدي هاو خرج، هاي كاينة قناة خلاف تخرجوا، كفاه يخرج. ومن بعد يبقى كاين ان ا بلس مشع داخل الليف العصبي، كيف هذا ضعفت كميه الان ا بلس منين؟ لهنا نعطيك معلومه انه في الليف العصبي كاينه حاجه يعيطوا لها مضخه، هاي هذه المضخه اي كاينه في الليف هذا، اي كاينه في الليف هذا. المضخه هذه تعمل عكس ظاهره الميز، خي ظاهره الميز تقول لك دخول الشوارد اللي هي ظاهرة الميز اللي تعمل بها قنوات الخاصة بالان ابليس، تقول لك دخول الشوارد من الوسط الاعلى تركيز الى الوسط الاقل من التركيز، هاي دخلة الشوارد. المضخة هذه تعمل عكس ظاهرة الميز، اي خروج الشوارد يخرجوا من الوسط، يعني مادام دخلت الان ابليس يعاود يخرج. علاه يعاود يخرج؟ باسكو المضخة تعمل بالنقل الفعال وهو عكس ظاهرة الميز. لا ظاهرة الميز دخول الشوارد من الوسط الاعلى تركيز الى الاقل تركيز، النقل الفعال هي خروج مثلا او دخول الشوارد من الوسط الاقل تركيز الى الاعلى تركيز، هذا هو النقل الفعال. النقل الفعال عكس ظاهرة الميز، تجيب ظاهرة الميز تحفظها في دماغك تعرف النقل الفعال. ظاهرة الميز نعاودها هي دخول الشوارد ولا خروجها، دخول الشوارد او خروجها. القنوات هذه مادام تعمل بظاهرة الميز يعني دخل الشوارد ولا تخرجها حسب تدرج التركيز. كيفه يعني؟ يعني من الوسط اللي فيه بزاف تركيز الى الوسط اللي فيه اقل تركيز، يعني من البزاف تركيز الى او من الاكثر تركيز الى الاقل تركيز. درك المضخه تعمل بالنقل الفعال وهو عكس ذلك. اذا وجود المضخه كان سبب في انه خرج لي الان ا بلس، خرج لي الان ا بلس اللي يدخل هذاك الان ا بلس المشع اللي يدخل في حيوان الكالمار، خرجوا للوسط الفيزيولوجي اللي ما فيهش ان ا بلس مشع. هذه هي برك، هذه هي برك. واش تفسر مالا محمد اخويا، واش تفسر لي احتفاظ الليف بتركيز الان ابليس؟ نفسر لك باللي اي مازالت كاينه القنوات هذيك، القنوات هذيك اللي تسمح بدخول الان ابليس. سما القنوات هذيك قاعده تدخل الان ابليس والمضخه قاعده تزيد تخرج، هذيك تدخل والاخرى تخرج، هذيك تدخل والاخرى تخرج. هي بصح كفا حتى تلحق الان المضخه باش قدرت تعدل لي المضخه خويا، يتخرج لي 3 ان ابليس، 3 كاملين، 3 ان ابليس تخرجهم. وفي عملها ايضا هي شفتوا مع تخرج 3 ان ابليس تدخل 2 كابليس، خلاص هي تخرج 3 ان ابليس وتدخل 2 كابليس اخر مره. علاه تخرج الان ابليس؟ باسكو تعمل بعكس ظاهرة الميز، تعمل بعكس ظاهرة الميز أي بظاهرة النقل الفعال. في ظاهرة الميز، في ظاهرة الميز الآن أبليس يدخل، إذا المضخة رايح تخرجه، رايح تخرج لي 3 أن أبليس. في ظاهرة الميز الكابليس وش يصرى له، وش يصرى له الكابليس؟ يخرج، يخرج هدية في ظاهرة الميز الكابليس يخرج. كما اللحن في عمل المضخة لا دخله، باسكو هي عكس ظاهرة الميز، هي تخدم بالنقل الفعال. طبعا كما نشوفوا في الرسم المضخه في عملها تسحق الاطبي، الاطبي هذا تجيب الجزيئات الاطبي من الناس، من الجزيئات الاطبي المنتجه من طرف العضويات تستهلكها في عملها. اذا هي تخرج 3 ان ابليس وتدخل لي 2 كابليس. هذه هي اذا هيا نبدا نجاوبوا على الاسئله. بقاء تركيز الان ابليس داخل الليف العصبي ثابتا من خلال النتائج الموضحه في سين يفسر بان ثبات تركيز شوارد الصوديوم يعود لوجود اليه تعمل على اخراجه عكس تدرج التركيز. خلاص هذه مفهومه. 2 ما هيش واضحه مليح حلو الكتابه تاعكم، اني قاعد نشوف فيها، اني حال الصفحه وقاعد نشوف في البث، حال الصفحه وقاعد نشوف في البث. ماهيش صح واضحه تاع اش دي بصح ماهيش مضببه، ماهيش واضحه تاع اش دي بصح ماهيش مضببه، اي تتشاف، تتشاف. ها هاني قاعد نشوف في البث، هاني قاعد نشوف في البث. ها هاي لاباس عليها، تقدر تشوف. حل الكتابه تاعك، تبع معايا برك في الوثائق وفي الشكل. هاي انا يعني راح نزيد
إذا عندكم أسئلة حطوهما. بقى التركيز الآن أو بليس داخل الليف العصبي ثابتا من خلال النتائج الموضحة في سين، يفسر بأن ثبات تركيز شوارد الصوديوم يعود لوجود آلية من إخراجه عكس تدرج تركيزه. 2. النتائج الملاحظة في عين تؤكد بأن خروج الآن أو بليس من داخل الليف العصبي يكون عكس تدرج التركيز. 3. من خلال المنحنى ألف، الطبيعة الكيميائية للعناصر المسؤولة عن ظهور النتيجة المتوصل إليها في عين من الشكل ألف، أي نقل الشوارد عكس تدرج التركيز، هي ذات طبيعة بروتينية لعدم نشاطها عند درجة حرارة في الزيرو. شوفوا خاوتي، لهنا في المنحنيات حطوا لكم شروط عمل المضخة، شغل شروط عمل المضخة. شوفوا خاوتي، لما في زيرو، في درجة حرارة زيرو، وش صرا لها؟ فسدت البنية. كي تفسد البنية، تدفق الخارجي للآن أبليس، خلال الآن أبليس يدخل، هذه ظاهرة الميز، المضخة تقوم بإخراجه. التدفق الخارجي للآن أبليس يعني اللي خرجته المضخة زيرو، علاه هبط حتى للعدد هذا؟ باسكو درجة الحرارة ولات زيرو، حتبدا تجمد الجزيئات البروتينية أو جمدت الجزيئات البروتينية. شوفوا اللي هنا في الشرط الثاني، حطوا الأ تي بي وحطوا شوفوا كل ما يحطوا الأ تي بي إلا التدفق الخارجي لجزيئات الآن أ بلس المشع تزداد. حطوا لي الأ تي بي هاو زاد، هي تحتاج دائما لأ تي بي، الجزيئات الأ تي بي توفروا الميتوكوندريات وهادو، كان بعدا في الوحدات الأخيرة نعرفوا منين يجي الأ تي بي هكا. طبعا قاموا بإضافة الكالسيوم باسكو هي لازم تخرج لي 3 ان ا بلس وتدخل لي 2 كالسيوم. ها شوفوا لما نزعوا الكالسيوم خلاص المضخة ما بقاتش تخدم، لما حطوا الكالسيوم هاي بدات تخدم. قاعدين تشوفوا ها عام في المنحنيات يعني. كشروط مثلا عمل المضخة. 4. المعلومة الإضافية التي يقدمها نتائج المنحنيين با و جيم من الشكل الواحد فيما يخص شروط هذه العناصر المتمثلة في أن نقل الشوارد عكس تدرج التركيز يستهلك طاقة على شكل ATP وتعمل بالنقل المزدوج، إخراج الصوديوم مرتبط بإدخال البوتاسيوم. هي ما تخرج ليش الصوديوم إلا إذا دخلت البوتاسيوم، يعني عملوها مزدوج، تقوم بإخراج 3 صوديوم وإدخال 2 بوتاسيوم، تخرج لي 3 صوديوم اللي هي 3 N A بلس وتدخل لي 2 بوتاسيوم اللي هما 2 K بلس، أي أن المضخة تقوم بتعديل أو إرجاع التركيز الشاردي الغير متساوي أو المتباين أو المختلف لشوارد الكابلس والأنابلس داخل وخارج الليفة، هذا هو عمل المضخة. نعم هذا هو عمل المضخة. زيد قال لك مع الأخر خلاص، قال لك أوصف لي آلية عمل المضخة. النص هذا اللي راح نوصفه وهو آلية عمل المضخة طبعا يحفظ، خليه ما يخلص البث، كي يخلص البث عاودوا هاكم مادام في الصفحة تلقاوها محفوظ، عاودوا بشوية وأنا نمليك شغل وانتم ما تكتبوه خلاص، أنا دركا راح نقراها كي تعاودوه حبسوا مثلا ديروا حطوا الفيديو يمشي اسمعوا شوية حبسوا ديروا بوز وكتبوا وهكا، اللي يحب مثلا يديها يحفظها. وصف آلية عمل مضخة وقادر يطلبها في الباك. وصف آلية عمل مضخة الصوديوم والبوتاسيوم في المحافظة على كمون الراحة من خلال الوثيقة 5. تدعى العناصر المسؤولة عن ثبات كمون الراحة بمضخة الصوديوم والبوتاسيوم، يسميوها مضخة الكا بلس ان ا بلس، ويعود كمون الراحة إلى التوزيع المتباين لشوارد على جانبي الغشاء، يدعى كمون الراحة بكمون البوتاسيوم. قادر تلقاه قال لك كمون البوتاسيوم، انت في راسك حط معلومة باللي كمون الراحة يدعى أيضا كمون البوتاسيوم. البوتاسيوم اللي هو كا بلس، البوتاسيوم الكا بلس قلنا يدعى وين رحنا يدعى كمون الراحة بكمون البوتاسيوم. تعمل البروتينات الغشائية ولا يسميوها مضخة، أي من طبيعة بروتينية المضخة، من طبيعة بروتينية وهي أيضا موجودة على غشاء الليف، على غشاء الليف تعمل البروتينات الغشائية يقصدوا المضخة، مضخة الآن أبليس كابليس، على المحافظة على كمون الراحة فرغم نفاذ شوارد الصوديوم والبوتاسيوم عبر قنوات الميز. قنوات الميز هي اللي كنا نشوف فيها، قنوات الميز عندها أسامي أخرى مثل الإنفيلات وغير ذلك.
فرغم نفاذ شوارد الصوديوم والبوتاسيوم عبر قنوات الميزة البروتينية حسب تدرج تركيزها، لا يختل كمون الراحة لتواجد نوع آخر من البروتينات الغشائية، وهي المضخة التي تعمل بالنقل الفعال، والنقل الفعال هذا عكس ظاهرة الميز، التي تعمل بالنقل الفعال. ويمكن تلخيص عملها كالتالي: تثبت لي ثلاثة من شوارد الصوديوم وهي الآن A بلس، ونقلها إلى خارج الخلية. هي تثبت ثلاثة من شوارد الصوديوم وتنقلهم لي إلى خارج الخلية أو خارج الليف، ثم تثبت شاردتين من البوتاسيوم وهو الكا بلوس، وتدخلها إلى داخل الخلية. وهذا الشيء وعملها هذا ولا عملها هذا يستهلك جزيئة ATP، يستهلك جزيئة ATP. إذا كل ما تثبت ثلاث شوارد صوديوم وتنقلها إلى خارج الخلية، ومن بعد تثبت زوج شوارد بوتاسيوم وتدخلها داخل الخلية، اثنان من شوارد البوتاسيوم وتدخلها داخل الخلية، تستهلك جزيئة ATP، يسمح عمل المضخة بثبات كمون الراحة. عمل المضخة يتسبب في ثبات كمون الراحة. خلصنا غدا إن شاء الله كمون العمل. غدا إن شاء الله كمون العمل. الحمد لله يا ربي، اليوم البث الصورة تاعو واضحة جدا. اليوم البث الصورة تاعو واضحة جدا. شاركوا خاوتي البث، شاركوا البث. نقرأ الأسئلة. كش ما عندكم أسئلة؟ هيا بسرعة. كش ما عندكم أسئلة؟ هيا بسرعة. كش ما عندكم أسئلة؟ طبعا اللي يقول لي ما فهمتش يقول لي واش اللي ما فهمش، ما يقوليش برك ما فهمتش. عاود محمد اخويا، عاود من كومون الراحة ازيرو وبدا. ما فهمتش قول لي واش اللي ما فهمتش. أسئلة ما كانش؟ لا ما كانش. دوك بعد ننهي البث المباشرة. ما تلقيت حتى أسئلة. أخلص ملا، اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فأرد دهشتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد أجمعين. أذكر الله، أحمد الله، صلي عن النبي، والسلام عليكم ورحمة الله. انشروا المقطع غدا إن شاء الله، تاني غدا الجمعة ما فيهاش، يعني بعد غد إن شاء الله اللي هو السبت، إذا كان في المستطاع نديركم من العمل. قد تجدونني على هذه الصفحة كما قد تجدونني على صفحة خلاف. على هذه كنقول لكم تابعوني في البروفيل، تابعوني في البروفيل. يعني نحط مثلا دي ستاتي، هاد دي ستاتي مثلا، نقول فيهم وين راح نولي، باسكو في الصفحة هذه العدد المشاهدين قليل جدا قليل جدا، وانا مش موالف بهيك عدد مشاهدين. هاي، والسلام عليكم ورحمة الله. واحد قال لي كيفاش نقولوا اي ضعيفه؟ وش اللي تقول اي ضعيفه؟ هذه اولا راح نجاوبك على سؤالك، ثانيا ماذا بك؟ بلا وقاحه. الشخص اللي قال لي انت ما تفهمش، بلا وقاحه، انا مانيش من انتاجك، انا مانيش من انتاجك هكا. وهيا اعطيني نجاوبك على سؤالك اذا حبيت طبعا، واللي زعما لعبتها قلقت والدنيا تقلقت، الله يسهل عليك.
اني قاعد نستنى هاي. بارك الله فيك يعيشك. بالنسبه لي اني قلت لك اني نحكي معك ورا البث هكا، اني قلت لك اني نحكي معك ورا البث، ورا ما ننهي البث بربي ان شاء الله ارواحي نحكي معك. هاي اخواني التلاميذ، ما كانش اسئله، ننهي البث، ما كانش اسئله. السلام عليكم ورحمه الله.